السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معاكم واحد الوصفه نتاع ناس زمان، واحد الشهيوه من شهيوات فصل الربيع. شنو هو هذا الطبق؟ هي القرنينه باللحمه، كتجي لذيذه ومعسله. يمكن لكم ديروها حتى بالدجاج. الا بغيتوا تشوفوا طريقه التحضير اجيو معايا. السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معاكم واحد الشهيوه نادره، هاد الشهيوه نتاع ناس زمان. هاد الشهوه هادي فوقاش كنديروها؟ كنديروها في فصل الربيع، فيه فاش كتكون هاد القرنينه. هادي سميتها القرنينه. هاد القرنينه هادي راها كتنوض في الارض بحال الشكل ديال البقوله وبعد الاعشاب ديال الربيع، كينوضوا غير هكاك من عند الله غير بالشتا نتاع ربي، ولكن كتكون فيهم منفعه، منهم هاد القرنينه، وكاين ان شاء الله غادي نصوبوا معكم الخرشف، ماشي القناريه، الخرشف. راني سبق لي وحضرت لكم القناريه وكلشي كيقول لك الخرشف. لا، القناريه كنزرعوها، الخرشف كينوض من عند الله ما كيتزرعش. وهاد القرنينه هادي احنا كنخضروا بها الدجاج، كنخضروا بها اللحم، كندخلوها في الشلاضه ديالنا. وكيمكن السيده تنقيها، انا غادي نوريكم الطريقه نتاع التنقيه ديالها، وكديرها حتى عصير، راها صحيه بزاف بالنسبه للنساء. وهاد القرنينه راها كتباع منقيه في الاحياء الشعبيه. انا خرجت للطبيعه لقيتها تبارك الله هكا كبيره وزوينه، وحيدتها لراسي. هنا كنقطعها هكا، كنحيدو تقريبا، كنخليه فيها واحد 10 ديال السنتيم، وكنحيدو هذا الربيع هذا هاد الكبير، كنحيدو هاد الجناب هادو، حتى كتولي عندنا هاد الشكيل هذا. هنا دابا حتى كنحيدو هاد الربيع كله عاد باش كنجلسو نقيوها. هنا كرنينا ديالنا بعد ما كنحيدو لهاديك الوراق الخضر بزاف اللي كيكونو كتار، كنحطو هكا واحد البلاطو كنديرو فيه كرنينا ديالنا، وكنجلسو وكنقيوه. ومن الاحسن الا درنا هاد العمليه بالليل. هنا نتوما تشوفوا القرنينه ديالنا، كنجيو لهاد الرويس هذا، كنهزو هكا شويه بالموس وكنجرو. نتوما تشوفوا الخيط اللي كيتبعنا، هكا الا كانوا شي خيوط فيها كنجروهم كنحيدوهم، كنجيو للوسط عاوتاني. دابا هادي كبيرة، غادي نقسمها على جوج. هنا كنكونو دايرين واحد جبانية فيها الماء، ولي نقيناها كنديروها في الماء. إذا كنا غادي نطيبو هاديك الساعة راه حنا لي نقيناها كنديروها في الماء، وإلا مكناش نطيبو هاديك الساعة كنقيوها وكنديروها في بلاستيكة. هانتوما تشوفو، هنا هانتوما تشوفو هاد الخيوط هادو لي كطلق هادو، ضروري خصنا نحيدو هاد الخيوط هادا. دابا هادي مطويلاش، غادي نديرها هكا، راها سهلة في التنقية ديالها وما كتوسخلناش يدينا. ولا بغيتو تشوفو الطريقة ديال التنظيف ديال القنارية راها عندي على القناة، طريقة ديال التنظيف وطريقة التخليل ديالها. اللي هنا دابا غادي ندوزو للنصيب. عندنا 500 غرام ديال اللحم، كنديروا معاها واحد البصله كتكون متوسطه، عندي معلقه صغيره ديال الخرقوم، معلقه صغيره ديال سكينجبير، نص معلقه صغيره ديال الفلفل. هنا الفلفل شنو كندير له؟ كنقبض ربعه ديال الفلفل الابيض وربعه ديال الاسود، وكننقيهم وكنطحنهم بجوج باش كيعطيوني هذا اللون هذا، وحتى المذاق كيجي زوين. هنا عندي معلقه صغيره ديال الثومه بودر. الا بغيتو تشوفوا الطريقه ديال التحضير ديالها راه عندي على القناه، اللي مجففتها في الفرن، وعندي اللي مجففه بالشمس. عندي نص ليمونه مصيره. الا بغيتو تشوفوا الطريقه ديال التحضير ديالو راه كيجلس لنا اكثر من سنه، ما كيوقع له حتى شي حاجه. شوفوا التعسيله كيفاش دايره. هنا غادي نديرو غير هاد اللب هذا، كنحيدو له هاد العظام،
نحيدو العظام وكنديرو غير اللوب. هنا تقريبا ندير واحد نص كاس ديال الماء، الكاس ديال العنبه غير شويه باش نشحر اللحم. الان ندير الملحه، هي الملحه ما خصناش نكثروا منها لان عندنا لحم مسير مالح، والثومه اللي راه سبق لي وحضرتها فيها الملحه. هنا دابا غادي نزيد الزيت، الزيت كيبقى لكم الاختيار، وهي الا كانت البلديه كيكون حسن وحسن. هنا دابا غادي نخلي الطنجره ديالي تشحر، هنا راه كنخليو الفيمه ديالنا حتى كتشحر، وهاد البصيله هذه كتلقى هاد اللبه ديالها. هانتوما تشوفوا راه مابقاش كاع ديك نص كاس الماء اللي درنا راه مابقاش كاع منه. هنا دابا غادي نزيدو الماء غليان، ضروري باش نزيدو الماء غليان باش الطاوة ديالنا ما تبردلناش. هنا دابا الماء كيبقى على حسب اللحم، وإلا كان اللحم كبير راه كنديرو الكمية ديال الماء كتيرة، هنا كيبقى على حسب اللحم، ولكن من الأحسن هاد الوصفة هذه كتجيب الغلمي ويكون صغير. هنا بعد ما غلات لي الطاوة ديالي غادي ندير الكرنينة ديالي فوق اللحم. هنا هانتوما تشوفوا الكرنينة راه عندي غير فوق اللحم، يعني ماشي مغطيها بالماء باش كيجي طياب مشحر ومقلي. هنا من بعد 30 دقيقة كنحل على الكوكوط ديالي، هانتوما تشوفوا، وكما قلت لكم الوقت على حسب اللحم. هذا الزيتون المدقوق اللي راه سبق لي وحضرته معاكم، الا بغيتو تشوفوه راه عندي على القناة. كنحيد له العظم، كنحيد هكا العظام، وكندير تقريبا واحد السبينية. هانتوما تشوفوا هنا كما كنقول لكم دائما دائما فاش كنبغيو نصبوا اللحم كنديروا العظم هو اللي كيكون هكا لداخل، ما كنديروش العظم على برا، واللحم هو اللي كنديروه هكا من هنا. هنايا الا كان الفصل بارد كنديروا واحد طاوة فيها الماء غليان وكنحطوا عليها الطبسيل ديالنا. الا كان عندنا الفران شاعل راه حنا كنديروا الطبسيل ديالنا في الفران حتى كيسخن عاد كنصبوا فيه، باش فاش كنقدموا الماكله ما كنقدموهاش بارده. هنا راه خلطت الزيتون مع الكرنينه ديالنا، وهنا كنصبوا الطبق كيجي جديد بزاف بزاف. وهذا الطبق ديالنا كنقدموه مع الخبز ديال الدار، هذا الخبز ديال المقله راه سبق لي وحضرته معكم، راه عندي على القناه. هذا يلاه عجنته، يلاه طيبته. هذا خبز المقله ساهل في التحضير ديالو، دغيا دغيا كوجدنا، الا بغيتو تشوفوه راه عندي على القناه، طبق جديد وصحي. الا بغيتو تشوفوا طريقه التحضير نجاح الوصفه المرجو متابعه الفيديو، وبالصحة والراحة. وهذا هو التقديم النهائي، وكنتمنى الوصفة تعجبكم وتشاركوها مع العائلة والأصدقاء، وإلا عجبكم المحتوى ديال القناة خليو ليا جيم وشكرا. طبق لذيذ وصحي، وهكا كنتمنى الوصفة تعجبكم وتجربوها وتشاركوها مع العائلة والأصدقاء، وإلا عجبكم المحتوى ديال القناة خليو ليا جيم وشكرا.